الاثنين طبعا راح يكون مع الجوله الاخيره، جوله الحسم واخر مباراه واخر حلقه بصدى الملاعب. الهلال راح يواجه الفيصلي، الاتحاد بيلعب مع الباطن، النصر مع الفتح، الشباب مع الاهلي، الطائي مع الحزم، الرائد مع ابها، الفيحة مع الاتفاق، وضمك مع التعاون. ابو عبد الله، كلمه عن هذه المباريات. انا اقول بالنسبه الى وضع الاتفاق بيلعبوا يا الفيحة، الفيحة منتهية أموره، الرائد نفس ما ينطبق على مباراة الاتفاق والفيحاء ينطبق على الرائد وأبها، لأن أبها أيضا أمن موقعه في المتصارعين من أجل البقاء مثل الباطن، يواجه مباراة قوية مع الاتحاد في جدة والأهلي مع الشباب. بمعنى آخر في الجولة الأخيرة أيضا هناك نسبة وتناسب بالنسبة لصعوبة الصراع على البقاء. أما فيما يختص في اللقب فأنا أعتقد أنه هو مثل ما استمرت الإثارة حتى الجولة الأخيرة ستستمر حتى الدقائق الأخيرة من مباراة الهلال والفيصلي والاتحاد والباطن. عمار مصطفى، بالنسبة لللقب أنا برأيي الهلال أصعب مباراته مع الفيصلي أصعب من مباراة الاتحاد مع الباطن، لسبب أنه الغيابات الموجودة في مركز واحد أول مرة بتصير. عندك البليهي، عندك الفريج متعب، عندك لأنه رباط صليبي، عندك ويلار اليوم إنزال، والكل لاعب الكوري، الأربعة بيلعبوا في نفس المركز القلب الدفاع. يعني هلأ ما عنده هو على الخط إلا الجحفلي يلعب قلب دفاع، فهي مشكلة كتير كبيرة بالنسبة لخط الدفاع. ممكن يلعب سعود عبد الحميد قلب دفاع لأنه سعود بمباريات المنتخب تحت 23 سنة كان عم يلعب، بس كيف الانسجام بينه وبين محمد جحفلي بده يكون، لأنه بحالة بلعب محمد البريك وبلعب ياسر الشهراني. بس الفيصلي كمان فريق مش سهل، فريق وكمان لسه مش مأكد انه مش هابط على الدرجة الثانية. عندك جولو تافاريس، عندك لاعب الأسترالي بورلي، عندك هشام فايق، فريق سهل. بعكس أنا برأيي الاتحاد مباراته أسهل مع الباطن مصطفى على أرضه. بالنسبة للهبوط يعني كتير هيك يحس بقلبي انه اللي يقول الاهلي هو الاهلي والباطن اتفاق وضعه افضل من من من, من الاهلي. بس الشباب مرتاح يعني مش فايت يعني حياته. ايه بس انت شفت اليوم وضع الاهلي لانه مرتاح مصطفى، وقت الفريق المرتاح بيكون ما عم يقدر يلعب تحت الضغط. يعني والشباب اليوم حتى بمباراته اليوم مع التعاون صحيح تعادل بس كان ممكن يفوز ويسجل اهداف. الاهلي تحت الضغط، الاهلي فقط بده التعادل بالاخير. اذا تساوى هو والاتفاق تعادل، انت قلت بده التعادل الاهلي. لا بده الفوز، بده الفوز 100%. اليوم مصطفى نحن نعتذر من الجمهور لانه بصراحه من مباريات ودخنا وما بقى نعرف شو الهي، وطريقه حسبه الدوري السعودي مصطفى يعني صعبه جدا. صحيح. يعني بنرجع بقول لك على النقطه انه ممكن يصير ست فرق معهم 34 نقطه. بدي اعرف كيف بدهم يحسبوه وقتها، مين لعبان مع مين ومين مع مين، هذه مساله. بس هي حلاوه واثاره الدوري السعودي. لا تنسوا يوم الاثنين حتكون اخر حلقه من صدى الملاعب من غير شر، ونرجع بعدين مع بداية الموسم. يوم الاثنين أيضا حنعرف بطل الدوري ومن سيهبط، وكمان رح نعرف، أيوة المخرج عنده رؤية، هذا حطوا الموبايل مسكوه حطوه هون، حيعطيكم صفحات فوتوا عليها بالأخير بقولكم أنتوا شاركتوا. حتشاركوا بشو؟ طلعنا إياها. حتشاركوا بسحب الحلم على 100,000 دولار وكيلو ذهب، كيلو ماشي. بركي انا بتصل عليك بقول لك ربحت يا حلو، قولوا يا رب، يلا ناطرينكم.